نرجع بقى ونبسط الموضوع. حضرتك بتقول انه لاسباب تاريخيه تم التغافل عن هذا التفسير، يعني هم كانوا فاهمينه لكن ما فسروهوش، ولا لانه هناك قدر معرفي اكتر حضرتك قدرت توصل للنتيجه دي؟ السبب انا بقول السبب الاول بالنسبه للذكر، ان الذكر ان الولد هو الذكر، هذا سبب ايديولوجي بحت، كان سياسي بحت، لانه بعصر تأسيس إن مفهوم اللغوي للولد ممكن يكون إناث وذكور، ما معقول تفوتهم، ما معقول تفوتهم، قال تعالى صعب تفوتهم وهم أساساً وكانوا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني ما معقول تفوتهم. واللغة وقتها كانت يعني في أوجه يعني عقلها ما تركب. نعم. ما تركب. فهون بس في مشكلة أساسية، لأنه إذا قالوا الذكر هو الولد هو الذكر والأنثى، صار في مشكلة سياسية كثير كبيرة بدهم يقعوا فيها. اثنين، كونه قالوا البنت لا، يوقف في مشكله ثانيه، انه صار في عندهم حاله الاناث فقط، بدهم يشوفوا بدهم يلاقوا انه في بنات على الحلبه، انه صار في مشكله لانه البنت غير الصبي صارت. فقالوا فان كنا نساء فوق اثنتين فشوف شلون بيجر بعضه. سيدي اعذر جهلي، ما حدش جه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لما الايات دي نزلت وسالوا فيها؟ انا رايي ان كان سيدي رسول الله يعطيهم في قدر حاجتهم ولا اكثر، لانه مستحيل يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم هي هيك وهي هيك ويشرو، ولكن كان هناك حمل فرائض موجود، وكانت توزع فرائض، ولكن لا ندري كيف توزع. يعني لا ندري كيف يعني توزع. ببساطه يعني احنا تم توارث ونقل. نعم. السنه بال جيل بعد جيل، كويس، وصف. نعم. بعد الاخر. نعم. عارمنا مثلا كيف تكون الصلاه، كيف الصوم، ماذا كان يفعل في كذا وكذا 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 وكذا. في النقطة دي ما هو الأثر الباقي من الأثر هذا؟ الباقي فقط اللي وصلته هو خبر سعد بن الربيع عن المواريث اللي شرحته في هذا الكتاب. والشيء الثاني مو معقول، لأنه لاحظ وقت قالوا فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوق، ما حطوا مرجعية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مستحيل ما حطوا مرجعية له، انه والله النبي عليه الصلاة والسلام شرع فإن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، لأنه هذا يخالف العقل، مو شرط وجهة نظره وصارت. يعني في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته نساء ورجال، كان الحديث ان هي لا تطيق زوجها، او كان النزاع على بستان، او كان النزاع على ناقة، او كان النزاع حول تربية الأرض، وده كله ده متداول. ما جاش حد كلمه عن نزاع الميراث؟ يا سيف صح على راسي. نحن ما وصلنا لا يعتبر 10% مما قيل ومما كتب. يعني مثلا عندك في مذاهب ليس ابن سعد، عندك الاوزاعي، عندك كثير من امور ما وصلتنا اصلا. يعني انت هل تظن ان كل ما وصلنا، كل ما قيل وكل ما كتب وصل؟ لم يصل الا ما رضي عنه السادة، هذا اللي وصل. وكيف تعرف او تتحقق أن هناك شيء منع عنا أو لم نعرفه؟ ما هي دلائلي؟ هل حتى الفقهاء التقليديين يقولون أن هناك ناس مثل ليس ابن سعد، وهناك مثل الأوزاعي، وهناك غيرهم كان لهم مذاهب فقهية، وكان لهم كذا وكذا، ولم يصلنا منه شيء. هم يعترفون بذلك، هم يعترفون بذلك أنه كان هناك، ولكن ما صح له الناس يسجدوا لهم أو ياخذوا عنهم. وبعدين كل ما وصلنا لا يعتبر 10% مما كان يقال في المجالس. هنا سيدي دعني أنقلك إلى نقطة أخرى. نعم. وهي فكرة القوامة. كيف؟ لا في الإرث ما خلاص لسه. لسه عند حضرتك حاجة فيه. لك الآن في نقطة بالإرث كمان. أن الحدود الثلاثة يطلع منهم كل الاحتمالات. نعم. لاحظ في إرث الأب والأم كيف استعمل الحدود الثلاثة. بإرث الأب والأم قال شوف شو طبق هدولها، ما طبق غيرهم من أول إرث لآخره، ما في غيرهم أصلا. ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد. طيب شو عطى الأم قد الأب؟ أنو حد استعمل؟ واحدة فلها النصف. هلا فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، شو استعمل؟ حظ الانثيين. حظ الانثيين. هلا فان كان له اخوه فلامه سدس، استعمل انه حد فوق اثنتين. شو فوق اثنتين؟ استعمل حد واحد وعنده 10 اخوات.
هو بياخد التلت وعلش الاخوات التلتين يعني بياخد قد خمسة. استعمل اني حالة نساء فوق اثنتين فوق او فوق اثنتين. شاهد انه ما طلع عنه هلا بنظريه الرياضيات الحديثه مزبوط انه انت حطيت مجموعه ذكور واناث ما بتطلع عنه لانه في ثلاثه باترنز او ثلاث محددات هو على ما طلع عنه ابدا. هلا نجي لابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. هنا بدي اشرح شغله كثير مهمه. ارث اليتيم هي كثير اشكاليه كبيره. وليش قال فوق اثنتين مع الاكثر؟ الفرق بين الفوق والاكثر لانه في هون عندي حشويه بكتاب الله لازم زيلها. شو قال؟ فان كنا نساء فوق اثنتين. طيب ما اخي نساء يعني جمع. يعني فقلت فان كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك ما بيمشي الحال. او فوق اثنتين فان كنا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب ليش قلت نساء فوق اثنتين؟ حضرتك عايز هنا تنطلق من الفارق بين فوق واكثر طبعا لانه قال فوق اثنتين معناته في خبر موجود بالاثنين مو موجود بواحده منهم. اذا ما حط الثنتين الخبر بيروح اشرح ولا بصير حشويه. اشرح لي النقطه دي. اشرح لك النقطه. قال قال تعالى وان كان رجل او امراه ورثوا كلاله وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال أكثر. لفظة أكثر في كتاب الله لا تأتي إلا على الأعداد الصحيحة. هل في أخت ربع أو أخ نص؟ ما في. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بأكثر الناس في 325 ربع وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم. أعداد صحيحة. أعداد صحيحة. نعم. هلا بنقول صوت مجلس الشعب بأكثرية 80 صوت إلى 40 أعداد صحيحة. ولكن فوق وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده في عنصرين. أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج في مغطي سحاب في عنصرين. طب ده كله عشان توصل لإيه سيد؟ وقت قال نساء فوق اثنتين قال له لأنه ممكن يكون نساء فوق اثنتين. ممكن يكونوا نساء فوق اثنتين. معناتها فوق اثنتين صارت ضرورية ولا لا؟ هلا ثلاثة إناث وذكرين هذول نساء ولا مو نساء؟ نعم. طيب نسبة الإناث على الذكور اثنين ولا أقل؟ ثلاثة على اثنين. واحد هذول نساء فوق اثنتين. بده يكون للذكر الواحد نساء فوق اثنتين. نسبة وتناسب. لك ريشيو. لك ريشيو. لا سبب فوق تحتمل العدد الصحيح والكسر. يعني خمس سبع بنات وثلاث ذكور. شو بيطلعوا سبعة على ثلاثة؟ شو بيطلعوا اثنين وثلث؟ هي فوق اثنتين ولا لا؟ فوق اثنتين معناته السبعة بيعطوا من هنا. إذا كان الفهم اللغوي سليم في النهاية النتيجة الحسابية هتبقى مختلفة. طبعا لا فوق لانه تعني لا مثلا بتقول صوتوا باكثريه 50 صوت ل 40 النسبه فوق ال 50% قد تكون 52.5. مفهوم. بلا سبب سؤال لا سبب انا كثير وقفت عند انه قلت حشويه يا اخي كتاب الله ما في حشويه. عندك اضافه اخرى في الارث؟ اي في الارث بقى للزوجات نص وربع لانه هي حكينا فيها انه نعم هذا. هلا الاخوه في الكلاله الاولى والكلاله الثانيه. الكلاله الاولى عشان تقدر تشرحها اسمح لي يكون بعد الاستراحه الاعلانيه. تابعونا بعد الاستراحه واهلا بكم دائما في هذا البرنامج على الهواء مباشره. نحو اصول جديده للفقه الاسلامي هذا هو الكتاب الرابع والكتاب الجديد لضيف حلقه اليوم الدكتور محمد شحرور. هو معنا ليناقش لأول مرة في الحلقة الثانية المخصصة لمناقشة هذا الكتاب فقه المرأة. وضعه الدكتور شحرور تحت خمس عناوين اللي هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. الآن كان يناقش الإرث وكان في الجزء الأخير من هذا الموضوع حتى ننتقل إلى الجانب الآخر أو التالي وهو القوامة. تفضل سيدي. الآن في إرث الزوجة كما شرحنا أنه الزوج والزوجة دائما نص وربع وربع وثمن. كما قلنا إذا سوينا عملية إحصائية نرى أن المجموعتين متساويتين. إذا كان عندي مجموعة 100 ومجموعة 50 إذا أعطيتهم
بالمجموعتين عدد متساوي بمعنات أبيض بيطلع للخمسين ضعف للواحد الضعف. لا يمكن أن يكون هناك تساوي في الأفراد إلا إذا كان عدد المجموعات متساوي. يعني خمس ذكور وخمس إناث بيعطوا بعض، بيعطوا الذكور قد الإناث والذكر قد الأنثى بيأخذ. فتلاحظ رب العالمين بشغلة كتير مهمة، هالنقطة هي عدد الذكور يساوي عدد الإناث، بتلاحظ هي ذروة المنحني، هنا الإناث تأخذ أكثر وهنا تأخذ الذكور أكثر. هذا بمفهوم الرياضي أن الله سبحانه وتعالى انطلق في الإرث، الإنسان حتى يرث يجب أن يولد. طبعا لا ساوي، انطلق من عدد المواليد، المواليد الذكور قد الإناث، ولكن وقت بيكبروا الذكور مو قد الإناث. بس لو تقول له لا اسال اهل الارض انه في ولادات بالضبط قديش نسبه الذكور الانثى، بيقول لك تقريبا قد بعض، لكن الانثى تعمر اكثر بعدين بيصيروا قد بعض، بس وقت في ولاده شو بيكونوا؟ ومن هنا انطلق اف يساوي ام، عدد الذكور يساوي عدد الاناث بياخذ الذكر قد الانثى، يعني انطلق من المساواه الكامله في الحصه وفي الافراد. ثم حصل هالتغير بعد وقت الوفاه. قد يسألك سائل أو قد تسألك سائلة، كيف تقولون أنه يساوي بين الرجل والمرأة وللذكر مثل حظ الأنثيين تاني رغم بعد كل اللي حضرتك قلته ده؟ أنا قلت مساواة فردية بالإرث لا يوجد، أنا لم أخبر. لا، ما احنا لو جينا قلنا المائة جنيه إيه؟ وذكر وأنثيين نصف ونصف. نعم. مش ثلاثة ثلاثة. نعم. ليه؟ نعم. الحكمة. الحكمة لأنه بالإرث قانون لكل أهل. أعطيك الحكمة مثلا. الدولة وقت بتسن قانون، بتسن قانون بتصل على كل شخص، يعني كل شخص بتسن له قانون خاص. لا فيه. قانون عام. العمومية هي طبع العمومية. يعني الدولة بتسوي بين المواطنين ولا بتاخد مواطن كل واحد لوحده؟ بتسوي بين المواطنين. هلا إذا الدولة ساوت قانون سير وسايت ممر سير، عم صدف هالممر قدام بيتك، انت رأسا بتطلع وتمر، واحد تاني بعد 100 متر عن بيته وتمشي 100 متر، ولا ساب سمى الإرث حظ والوصية نصيب. قال له هذا حظك، انه انتو انك انت ذكر وانثيين، قال له هذا إن انت شو يدك مالك يد فيها، ولا ابوك له يد فيها. ولا ساب شو سمى الإرث؟ سماه حظ. والوصية سماها لأنه معلومة في يدك هي، سماها نصيب. للرجال نصيبه مما اكتسبوا والإنسان نصيبه مما اكتسبوا، للرجال نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون. عميك على شغلة معروفة. طب ألم يكن قادرا وهو القادر على كل شيء أن يساوي؟ نعم، ولكن في هذه الحالة قد لا يكون المجموع هي بدها بقى نظرية الاحتمالات، لأن الإنسان حسب هواء، الإنسان حسب هواء، لكن الخالق سبحانه وتعالى عادل. ماشي. هلا اذا كان الواحد اعطيناهم بالتساوي، اذا بدك تاخذ المجموع كيف تنتقل الثروه من جيل الى جيل، اذا اعطاهم بالتساوي قد بيحصل هناك خلاف بعد الانتقال. اما هون وقت عم يقول لك انه انا عم بعطي هون اكثر وهون اقل بحيث المجموع يكون قد بعضه، فمعناتها هي تحتاج الى يعني بده ينقضها او يثبتها، يحتاج الى بينات احصائيه، يعني النقد مو سهل. يعني جايز هناك حكمة لا نعلمها يعني؟ اي بينات احصائية، لانه انا الحكمة اراها انه انتقال الثروة في هذه الحالة يكون بالتساوي على المجموع. شو بيكون بالتساوي على المجموع؟ هلا اذا اعطاهم قد بعض قد لا يكون هذا الانتقال بالتساوي، لانه رب العالمين بيعرف كيفية توزيع عدد السكان. نحن ما بنعرف. في حضرتك هنا بتطالب انه في الفهم ان يكون الوصيه هي الاساس والارث والاحياء. تقول المساواه فرديه بالارث. نمره اثنين انه الارث يكون للوالد والوالده المذكورون في ايات الارث فقط وليس غيره. وليس اكثر. وليس غيره. ابدا. وليس غيره. محل خاص طبعا. نعم. الآن الكلالة الأولى وإن كان في مذكورة في آية الزوجات، وإن كان رجل أو امرأة مرة كلالة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أعطاهم أدوات. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، معناتها أعطى الحد الأعلى للإخوات في حال وجود الزوجة ثلث. نعم. للحالة الزوجة بتاخذ الثلث. هلا وصل للآية 176، آية غير حدودية لأنه ما فيها ورثة غير الأخوة فقط، ما فيها حدود عينية رأسا. لسبب وقت قال تلك حدود الله بعد الآية 12، الآية 176 هي من حدود. قال إيه بالضبط؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. شايف قديش دقيق؟
شو قال اخت لها نصف ما ترك، النص الثاني لمين؟ للاخ. يعني هي له اخت واخ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، اذا كان هو ما في غيره بياخذ كل شيء. معناتها عم يقول لك وان كان له اختان فلهن ثلثان، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. معناتها استعمل في ايه الكلاله، استعمل هذا الحد واستعمل هذا الحد، استعمل هذا الحد. اذا كان عنده انثى وذكرين، تلت تلت تلت، انثيين وذكر تلت تلت تلت، ذكر وانثى نص بنص، صاروا هلا انثيين وذكرين اربعه صاروا فما فوق، قال لك للذكر مثل حظ الانثيين، بتنتقل لانه قانون، تنتقل لهذا القانون. نعم، هذا الاس كله. اي اضافه اخرى سيدي؟ هلا الاضافه، اذا واحد مات ما وصى وليس له اخوه وليس له زوجه وليس له ولد اصول ولا فروع، ففي هذه الحاله يذهب ماله الى بيت مال المسلمين. مفهوم. صفي جاله واحده هي ارث اليتيم. نعم. قال تعالى وهي انا عانيت منها انا ووالدي كثير. والده توفى، هو كان لسه عمه الان، وجده كان طيب، فوالدي لم يرث شيء من جده لانه ابوه توفى بحياه جده. هذه في كتاب الله يرث. مو صحيح، هن يقولون عنه المحروم من الله. لك يا اخي طيب كيف الله عم يحرم اليتيم؟ يعني قولوا انتم حارمينه، معليش بس مو الله حارمه. يعني ليش، يعني ليش نسبتوا الحرمان لله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت، هاي الفرق بين الأبناء والأولاد. الأولاد كل من وقع عليه فعل الولادة، ولا سوت قال يوصيكم الله في أولادكم وحطت القوانين طبعها على الأم والأب وطبعها على الزوجة وطبعها على الأخوات، قالوا ليش؟ قالوا لا وقع عليهم فعل الولادة، ما وقع عليهم فعل الولادة. أما بآخر آية 11 قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الأبناء هم ما تحتك والأباء ما فوقك، في مستوى مقارنة بالآباء والأبناء، يوجد مستوى مقارنة، ما تحتي أبناء وما فوقي آباء. لا هلا واحد عنده ولد، عنده ولد صبيين ذكور، واحد منهم مات، عنده ذكرين اللي مات، الأب طيب. هلا اولاد الميت صاروا اولاد صاروا اولاد الجد هذول، يعني بيشاركوا عمهم، يعني الجد صار عنده ثلاث اولاد. يا لطيف قديش الله اكرم الميت، اكرم اليتيم. شفت قديش اكرمه؟ القريب في الاصول والفروع، القريب يقطع البعيد. يعني ابني طالما هو موجود ابنه ما بيركني. ولكن اذا كان راح الارث لوين انتقال؟ مو حصة ابوه بياخد ابدا، صار ابني. صار مع عمومه، مع عمومه، صار في نفس مقام عمومه وعماته، ابدا صار معهم. يعني قد يكون واحد انه واحد عنده ولدين، واحد منهم توفى عنده صبيين، معناته له صبي واحد ذكر واحد واثنين احفاد. هلا عندما يموت بيتقسم على ثلاثة، يعني احفاده بياخذوا الثلثين. لاحظ قديش الله اكرم اليتيم. طبعا معناتها هي كمان ضعيفة، انه هي بالارث انه انتبهوا الاحفاد ترث اذا كان اباء، يعني صاروا اولاده الاولاد مو كمان. اذا واحد ابوه مات، ابوه توفى وابوه ميت وجده طيب، ابوه جده بياخذ حصة ابوه، اباء لا.